السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. يوم سعيد عليكم. اليوم اقدم لكم حلقه دسمه لشاعر انا حقيقه استمتع بقصيدته. شاعر جميل شعرا وخلقا وشكلا ايضا، وغامض صراحه، بس اكو شغله بي كلش لطيفه، يهل شعرا مثل هلال العيد، بين فترة وفترة يلا يطلع، بس من يطلع يترك بصمة. مو غريبة. ليش؟ لأنه هو ابن محافظة شاعرة جدا ومبدعة جدا، ميسان الحب والعطاء والشعر والكرم. نرحب بالحبيب علي بنواس. حبيبي بالأكبر، مسيت العافية عليك المشاهدي الكرام، وإن شاء الله اليوم نطلع بحلقة تليق بالشعر، وشكرا للإطراء. الله يعزك. شو اخبارك؟ خير ونعمه. طيب الف الحمد لله. البيت شلونهم؟ نعمه. الشعر شلونه؟ والله بخير الشعر، بجودكم. الله يسلمك. انا قلت انه يهل مثل هلال العيد، انت هذه يعني بحكم شغلك وظرفك، ولا انت متعمد؟ لا طبعا متعمد. ها خطوات يعني مثلا كل 3 أشهر 4 أشهر اقرا مكان، انا يجب اسوي شلون جدول جيد. زين، خلال هاي 3 أشهر إذا جاتك دعوة ترفضها؟ لا أرفضها أكيد. ها أكيد. زين، منو اللي ممكن يمون عليك أي أثر عليك؟ طبعا بس بالشعر يعني بعيدا عن المقابل، تحسب مصلحة مصلحتك فوق كل شيء، يعني طبعا صديقك أكو منتدى مثل ناس قريبين عليك، بس مصلحتك فوق كل شيء. أنا إذا شفت هذا المكان ما يفيدني ما أروح له. أها مهما تكون علاقة حسابات. إيه طبعا. جيد، يعني مو عشوائي. لا طبعا اكيد. جميل. السيده الوالده شلونها؟ والله نعمه خير. زينه؟ نعمه والله، مداويه بعتي. ونعم ونعم والله. طفل من شنت وتعارك ويا الجيران. ايه؟ عايل مش عايل تظل فوق تحوم. شو تريد؟ عجيده وبتعرب لو صار شيء وياي تكض طفقة البيت وقبل اخوتي تقول. لا يا الله. لا الله. تقول قبل اخوتك؟ اي والله. صدق والله؟ اي والله. بيني وبينك هذا الحكي صاير لو شعر فقط؟ لا والله صاير. شرفك توصل راسك. الله يحفظك ويسلمك. الأمنيات اللي عد علاوي تحققن ما تحققن بالشعر بعدهن؟ والله أمنية تتحقق. بس بعد ما متحققة. اكو تحقق جزء منها. أكو بعد هواي درب طويل. إذا تحققت شو تسوي؟ أنا لو حبك سهل. عرفت الأمنية. ميت عليك. لا والله. والله. أنا لو حبك سهل. ميت عليك. بس لزمن المستحى وما جيتكم. أمنيتي تمطر وأنت قاعد يمكون، حتى أقول لك لا تروح البيت. والله لا تروح ظل يمك. والله ظل يمك. أي والله ظل. أبو حسون سؤال، هذا المشاعر اللي تنكتب داخل القصيدة حقيقية؟ طبعا أكو جزء من أخو مو أغلبية أكو جزء فني طبعا 100% بس أقصد أنه العمود الفقري حقيقي؟ أكيد. أنت يغارون منك هواي؟ أنت تغار من الناس هواي؟ لا أشوف، لا صراحة أنا ما غار من واحد. آه بعد ما جايبت تم ولا غار منه. اي والله وما اشوف احد يعني غار من الصراحه. غيرت الزلم حلوه ولا مو حلوه؟ لا ما له داعي، الانسان المفروض هو يبني روحه صح، واكيد اللي يتعب على روحه يوصل للي يريد. يكرهونك انت؟ طبعا اكو ناس تكرهك. شنو السبب؟ تستاهل؟ لا والله ما استاهل. تستاهل تنحب؟ يمكن. أنا الما يهتز بحس اللي يطبلون كفو، وأنا لحتها السمح حصار غاته. عافية والله. أنا اللي ينقال أنا 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 من البداية. أنا الما يهتز بحس اللي يطبلون أي، وأنا لحتها السمح حصار غاته. أنا اللي ينقال لبشينات ممنون، وانا الزينات حتى مكسراته. انا اخذ قوه مو مثل اللي يطلبون. نعم
أنا اللي يضحك ويبكي مشتهاته، أنا الجثة التهز قلب اللي يشرحون، الله، وأنا الما يعزم الذيب على شاته، بغراض وبيد زتيت اللي يبوقون، وقلت خطار من صاحن خواته، نعم البكه وبدموع طلعه وانا مركون، انا الما عرف يتمادى على ذاته، ردت اسمعها من حلق اللي يكرهون، استسمع الشاعر هذا عد روحه شغلاته، الله، انا ويا الناس كلهم حد القياش، انا الما ورجت زلمه بغميجي جديد الفحل بيهم حدر الفراش، والسنين الهسه يتداول عتيجي، لا يا ربك، اللبسه وغير لون ونفس القماش يحترقون بس يفرق حريجي، شلون قصايتهم شهر والطبل للنعاش، وانا سنين اكتبوا لسه على ريجي. سلامتك اليوم هجاء في دول امريك السؤال. لا مزعلينك مرات اكو اشياء زعل صراحه. زين هو بس سؤال، اللي يريد يزعلك شو يريد يقول عليك؟ يقول علي خوش شعر اكيد. هاي اللي يريد يزعلك؟ اي. زين استحقاقك شنو؟ انت شو شوف؟ لا انت جاوب. انت شو شوف؟ انا قلت في البدايه. تدوى الامر. قلت من الناس اللي يستمتع بقصيدتك. الله يحفظك ويسلمك منك. هذا العزه بالنفس انا كلش اعتز بها. الله يحفظك ويسلمك، ممنون منك انا. تغيرت من صرت مشهور؟ لا اكيد، وانا الصراحه يعني حتى الناس تعرفني يعني جزء عدد معين، مثلا اذا من 10 اقول يعرفون 3 من 10. امتى تصير 10 من 10؟ بعيد، لان انا اتاكد. شو راد لك؟ راد لك قصيده لو راد لك مواظبه؟ اكيد استمراريه، ويرادك وشغلات مثلا تتنازل عليها بشر صراحه. شنو هي اللي تتنازل عليها؟ مثلا طريقه الكتابه، المفردات، هواي امور المفروض. زين انت برايك راح تتنازل عن المفرده لو ما تتنازل؟ مو مساله تتنازل لو ما تتنازل بالاكبر، بس المساله وين؟ المساله اكو مرات لازم تتخلى عن شعريتك شويه. يلا ها تكتب ابسط. ابسط اي. جيد زين. انا احب هيك، انا احب كتابتي، انا راضي باللي اقدمه. اي صراحه انا احب هيك. شلون الجو المعيشي؟ نعم الحمد لله. عسى الله يدوم. الله يحفظك. غيرك العوز؟ ايش حده؟ كفو خباشه ونعم. انا ابن الهلل ما تخلص بباب البيت. وما سولف لك تقرب علينا وشوف. هل وادم عرب من تجبل الخيرين من ذبح الغنم نترس الشارع صوف. ويلي يا الله كفو. ادوه لامرك. الله يحفظك ولك. هل واد بعرب من تجبل الخيرين شو يسوون من ذبح الغنم نترس الشارع صوف. الله يسلم والله ونعم. ادوه لامرك. الله والله ونعم. ادوه لامرك ولك. والله يسلم. شو هالشعر هذا الجميل؟ ادوه طولك يا حبيبي. تمنوا انا اليوم راح اشبع شعر. راح اشبع. ادوه أبو حسون حقيقة من الأماكن اللي تتمنى تقربيها. صراحة ما ببالي مكان يعني. زين أكو ناس سمعوا قصيدتك وما فهموها؟ يمكن أكو السبب وين؟ مفرداتنا جزء مفردات جنوب تختلف بعض لها مثلا عن بعض المناطق يعني. بعض المناطق مرة مثلا مفردة مشلحي أي مرة قريتها مهرجان فهواي دخلوا لي قالوا لي شنو ايش تقصد مشلحي؟ ما يعرفون المشلح شنو؟ المشلح شنو؟ فاكو مفردات ما يعرفونها. صح صح. برأيك الكرسي المخصص لعلي بن نؤاس منو ممكن يجي يصير بمكانه؟ ويترس مكانه؟ منو يعوضك؟ الشهرية؟ كل شيء. برأيك أنت تتعوض؟ الصراحة يعني على السويت لهم ما يعوضون بلف. لا والله. جبتنا من الدلال من ورا الغيمة ورجعنا شموح كل من ملته بضيمة، وقلت لك وأنا رايح ما تعوضك ناس، إيش ما حطيت لو جوه السجن هيمة.
شو ما حطيت له وجوه؟ سجن هيمة. الله. دولة. ايه مشكلة. مشكلة. هاي القصيدة قرأتها الأولى جديدة؟ جديدة ايه. يعني راح تشوف النور من خلال البرنامج. إن شاء الله. ناخذ قصيدة بعد. قصيدة حاضر. لا لا عفو. آسف لأن ما تبت. اي أيوة والله صحيح، آسف لأن ما تبت. والهسه ظل بالدرب لي جيبك متان، آسف صرت لك وفي منش قد عفتني ثلج، والهسه لما انتمر نفسي تتلقاني. الله. آسف بصفك شلت كل نرجسية الشعر، وكم مرة من نلتقى أوقف ومديدي لك بس التعداني. آسف على كل غلط معذورة أقول لك شنت من هسه خل نبدي. آسف أطيح قبل وأنا أدري وقت الحرب حتى القلق يعدي. الله الله. آسف أجل الصلح وببابك أتوسلك بس أرجع لوحدي. آسف وحذرك بعد وصلت الحد العظم لا تختبر صبري. ترضاها تالي العمر من ورا الباب انطرد؟ مع الأسف والله. مو خايبانة شنت من احتذر علكة المقبولة رد عذري. بالعافية عليك والله. ما نادم على الزعل بس ميت من الندم شي داق لك صدري. عشرتك عيرت زيناتها وذلها. عشرتك عيرت زيناتها وذلها. اش طلع؟ وقلت لهنا وفضت ما نكملها. طير وينخطي من شيلة الصياد وراء كم ما أصدق بالخلق كلها. شنت مو ما أقدر. لا مو لا ما أقدر. من البداية. عشرتك عيرت زيناتها وذلها. عشرتك عيرت زيناتها وذلها. وقلت لهنا وفضت ما نكملها. طير وينخطي من شيلة الصياد وراكم ما أصدق بالخلق كلها. شنت مو ما أقدر. ها. بس من صحت خسران الحرب ضدك شنت ما مستعد لها. ولك مو حتى لسرت تشتمي الجلاد من توصل حب. لا أوقف لحظة. شنت مو ما أقدر. بس من صحت خسران الحرب ضدك شنت ما مستعد لها. ما أرد خسرك. ولك مو حتى لسرت تشتمي الجلاد من توصل حبال جفوفها يحلها. شنت قادر عليها وما تسهلها. غشيم وجبت عمرك ما تعرف لها. قبل حتى بزعنا من ننقل الخيرين لا تطردها شنت ولا تدخلها. جربتك راسها ما ينسد من الماي. وصحت عطشان قلت لله يسهلها. باكر لا تجيني الشمس من تشويك بعد راحت الشجرة تقعد بظلها. اي أيوة والله. الخلق مثل الزرع حط شتلتين وشوف ودار بوحدة ظل والثانية اهملها. اذا تنظنك بيك وتجيب بكت العوز اكيد تعاتب الشتلة المدللها. سلامتك. انت مجنون. الله يحبك دول امرك. مجنون. الله يسلمك. شلون بالله ما شتلتين؟ الخلق مثل الزرع حط شتلتين وشوف. حط شتلتين وشوف ودار بوحده ظل والثانيه اهملها. اذا تنظنك بيك وتجيب بكت العوز اكيد تعاتب الشتله المدللها. مو رب المو حملوك. ايه معذورين؟ مرات تعذر الناس. بدلوك مثلك بحسن بردة. يعني يجوز بسبب مرابسة وتصرفات ناس ظل تكرههم. بحيث من يجونك وهم جاينك تقول لهم ايش عندك جاين وش مخلبة وهامك. حبل طاسة الحب أصغر من أيامك أقصر من أيامك. ولك مو وصلتني لمرحلة. لا عيدها عيدها عيدها.
إش عدك جاين وش مخلي بوهامك؟ حبل طاسة الحب أطول من أيامك، ولك مو وصلتني المرحلة تمنيتنا اللي يدفع الكرسي بلحظة إعدامك. لا يا الله، واصل لها القسوة؟ إي بالله. يقولون الشعراء مجانين، أنت وصلت لها المرحلة؟ إي والله، أكو تصرفات سويتها يعني ما تجي ببالي. صدق والله؟ والله. مثلا؟ أقول له هالمرة شايل زعل. هالمرة؟ شايل زعل، مو ما نقضي الحكي وارجع من حتابك. ها؟ الليلة خيمة بدي وملقى كذا مو حلو راح أفرش ببابك. والله سويها. اي والله سويها. والله سويها. عمال أدق لك عمود الخيمة. بدونها. ناخذ فاصل؟ فاصل يا ريت. مشاهدينا الأكارم، انتظروا المجنون شعرا ورا الفاصل. مشاهدينا الأكارم، عندنا وياكم مع الحبيب علي بن نواس. حبيبي والأكبر. شلونك أبو حسن؟ نعمة. شو أخبارك؟ والله الحمد لله بخير بشوفتك. إن شاء الله يمت الزواج. إن شاء الله والله قريب بإذن الله. وهاي البنية اللي تزوجها يعني من 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 جانب الأهل، لو أكو مشاعر اتجاهك من عندك لها؟ والله تقريب. هاي شوية؟ هاي تقريب. كتبت لها شعر؟ هاي كتبت لها والله. هواي؟ أغلب شوف مرات تفوت علي ضايجة راسبة بالامتحان كلش طبيعي، وأنا أرجع للبيت ضاجت مني خل أكتب. تخلق لك ضاجة؟ ضاجت مني. ثاني يوم مبتسمة نجحت بالامتحان كلش طبيعي تضحك. ايه. أنا رجل حبتني اليوم خل أكتب. لازم أكتب غزل. الله يا بالله. وهاي الشعر تودي إلها لو ما تدري بيها؟ لا ما أدري. هاي ايش اكتب بينه وبين روحي. اتوقع صباح الخير ماكو. اخوي مظلوم انت. ايه. خجول صراحة جدا. صدق والله؟ اي والله. وهي هسه تدري بيك لو بعدك ما ادري؟ لا يمكن تدري. من العيون؟ لا. لو اكو طارش؟ لا اكو طارش. صدق والله؟ اي والله. انت زين اشتاقيت؟ صراحة مرات الاشتياق ايه. الله. ايه الصراحة مرات الانسان يشتاق اللي هو اي امور. لأي مرحلة وصلت بالاشتياق؟ يقول من شفتك علي تزعق وتخطاب، من شفتك علي تزعق وتخطاب، قلت لك خلي نصحك واخذ لي يفيدك. عصافير اش كثر على الشجر موجودات، بس انا اختلف بيدك. بيدك تريد تعوفني غير انا ذاك اللي كان يوصلك لاهلك ومن يرجع يريدك. يقول ادز مرسالة لك يومين ما تقرا وادور لك عذر مشغول ما شفته، وانت تعودت كل ما تدز مرسال قبل لا ينقرب اسمه. الله الله يعيننا. اي والله عمي الله يعيننا. اخر مره شفتها امتى بهاي الحاله اللي جاي تقول عليها مبتسمه او 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 حزينه او كذا؟ تقريبا فترة الجامعة يعني جزء 5 سنوات. وش سويت؟ شنت كلش قلق ومن الحب احذر. ايه. وشايل عوذة تموت تدفع الشر. هترب احنا. ايه واضح واضح واضح. شنت كلش قلق ومن الحب احذر وشايل عوذة تموت تدفع الشر، وشفتها
وقمت أحس ضلوعي لك صار يتدنن خطوة على الشريان الأبهر. إي والله يوجعني قلبه عليك. إيه من قعدتك هاي اللي يمك يخربوا القوم قعد حباي اللي بتحيي الإبراهيم الكوفي. أخوي خلنا ناخذ قصيدة. قصيدة على هو بس التجلد الجلد مو يعني 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 يتأذى من يحب. إيه صحيح. أنت تبكي صدق؟ الصراحة صعبة بشانه. لا بينك وبين روحك. أي مرات تبكي. أنا حتى الصراحة يعني راح أسولف لك موقف. أكو تقريبا 2016 تاريخ استشهاد أخوي. الله يرحمه. من استشهاد أخوي رحت لازم استلام الجثث من المطار. فمن لازم أنا أروح أنا الكبير بقيت بالبيت لازم أنا أروح أستلم الجنازة. فمن رحت استلمت الجنازة رضا بالدوام بغداد رضا العبادي تحياتنا ألف تحية. فشبقني وظل يبكي يريد يواسيني للزحمة من أوادب شلون تبكي طبيعي الصراحة طبيعتي ما أبكي ما أعرف أبكي سكوا اشياء مرات زين موقف طيني واحد بكيت اذا بحدك تبكي هسه اي موقف واحد طيني بكيت قول الصراحه هواي منتقد بحدك تبكي واحد يعني هسه مثلا اقرب موقف باي السالفه سولفت لك اياها من وصلت للثلاجه الموتى صرت بحدي بكيت بس قدام واحد ما اعرف ابكي عافيه والله الله لا اليك بك بعد فدوه امرك الله يسلمك ناخذ قصيده يومية أجي مبتسم يا رب دوم وبدمعة تتردني ويومية قل لك بعد لهنا وسد عشرتك ومن نسئل على البعد لي هسه سددني مغلوب منك ولك لا تحكي وتغثني مو أنا قد ما صلف الميزان كسرة كنت على يعيرني والله حتى بوداعي قبل ما حسستني مهم شلون؟ تتلفت وتضحك وكنت أنا من القلق مطلوب دم وقعد يم باب يتحرك لا يا ربك شروة ليل أخذتك آخ أحب هاي القصيدة شروة ليل أخذتك والمطر نازل البخيل بيومها ما يقدر يعامل بهذيك شروة ليل شروة ليل أخذتك مجبور والله مجبور والمطر نازل البخيل بيومها ما يقدر يعامل بهذيك الليلة داهر رحت وانغشيت وليحثر بنفس الحجر يستاهل بهذيك الليلة ما سولف لك على الخوف بحيث القلق ينده بالجثث واصل بهذيك الليلة مدري شلون متفائل مدري شلون متفائل برد واشعل حطب من جثة المحروق وشان النخل يركض والعصف عاقل بهذيك الليلة لو عن كل شي متنازل اللي يخجل ما يرد من العتب كامل حجل من كنت حطل الزاجل من يروح رت اختبرك من الماسخ الشايل واقعد وارجع من انطارتك مغلوب لا كضيت حجل ولا من الزاجل ولك قد ما كنت وياك متساهل من قاله ويذمك وين ما يرتاح ما ينقلت ما قلت لهم ايش قايل الله سلام من قاله ويذمك وين ما يرتاح ما ينقلت ما قلت لهم ايش قايل وجهزوك لا والله الحمد لله عليك هو شوف اكو بيت يقول دلال الخربك أي ظرف خارج قوس الماي الزايد على الزرع دم سايح الله
تتوقع هيك؟ صحيح. تتوقع الدلال سبب؟ طبعا اكيد. مرات يكون هذا الدلال زايد يخرفها. الحمد زين لله. برايك اذا رجعوا يعتذرون تقبل اعتذارهم؟ بالاكبر الصدمات مرات تغيرك، ما تخليك مثل ما انت. مثل ما كنت. ايه. ايه. قالوا بظهرك حكي. ايه. قلت لهم انا مطر خير وشتم سامع. وقلوا له شايل القلب. قد ما قسم من الوقت يشرحون جثة اخوته وما غمض يباوع. اوف. اي والله. هيك واصل قساوة. ايه. الصدمات وكثرة الاخطاء وهاي تخليك قاسي. اذا اجوا يعتذرون تقبل؟ لا. شو تقول لهم؟ سامحتك قبل بس بعد كاف اخسر. من اشوف الروح ثاني ببيتنا تكتر. بحزن جيران انا الاول ومن بعدي الطوفان. سامحتك قبل بس بعد كاف اخسر. من اشوف الروح ثاني ببيتنا اتكتر. بحزن جيران كم كنت البس نقابين. لا والله. وانت بدفن هنا وجاينا معطر. بعد كافي. ما لها داعي كنت تطين ويانا. غير المفروض هيك. يعني ولا يعرض ببالك شيء وراح تقبل الاعتذار؟ قلبك يطيك ان شاء الله. لو مو كلش ان شاء الله. لا الصدق قلبك يطيك ان شاء الله. شو ان شاء الله ماتك مو قويه؟ لا قويه. خاف نرخه. لا لا ورا الاسف بعد نذر خاف نرخه. لا ان شاء الله. هو اللي يحب ممكن يكره؟ اي ممكن الحب يتحول كره بسبب الصدمات والمواقف اللي سولفنا بيها. مو بالاكبر اكو موضوع انا ما مقتنع اكو حب من طرفين صراحه. حلو. انا بدي اكون واقعي وياك. هو الحب من طرف واحد والثاني يتقبل. للامانه فلسفه لطيفه. مو صح؟ لازم اكو واحد اكثر من واحد. ايه هو انا احبك انت بس تتقبل لان انا احبك. هي هيك شيء. مجاملني يعني. ايه تتقبل حبك واحد ما يتقبل هو اللي يقول لك احب انا من طرف واحد، هذا الشخص الثاني ما يتقبل الحب. بس هو احنا بالعاميه نسولف نقول واحد يحب الثاني. انا احبك وانت بتقبل حب لا اكثر لا اقل. مو هيك السر؟ ايه. ما ادري السيد المخرج قد عندنا ناخذ قصيده يمكن. خلينا ناخذ قصيده يا سيدي الكريم. عشرتكم بعد راح اختصرها وشققها برسايلها وصورها تولي وصلنا ببابك لحد التواسيل وهنت سولف الناس على شرها قبل ما ننشدش محتاج ونقوم. ها. اذا جيناك مقضية احتبرها ما نوقف بهاي ونجفي من ذيك مطر ونبلل القاع بكبرها بعد وجوهنا من نار كم سود وجت من عده كل ما ننتظرها بعد وجوهنا من نار كم سود وجت من عده كل ما ننتظرها انا وانت سوا بويش كبرها لا دشداشت للقاع عطرها الناس تجيبك تحمل لهم فراش وانا لو ما اجت عطل سفرها انا تمنيت واحد غيرك يعيل شو تسوي له وتشوف القبل دقت لك صدرها العشره لقضت كل شيناتها طياح لا تجبر نوازيك على مرها فتت بجناح واحد علي يصيدون قادر وما اقول لك ايش ظل بي من اثرها وصلت مصوب ومن صارت عناد رجحت تمغط بدمي على برها بيض وما نشد لهدوم نحبال
خاف نذكر الواد مبسرها الله وانا راجع ومو نفس الدرابين لماكن كلها متغير عطرها واحنا معلمين الناس اللي تموت دليل نخلي من نمشي لقبرها الله وانا قلت لك بعد راح اختصرها المظلة تشتريها بوقت الامطار لازم تدفع اكثر من سعرها سلامتك الله الله في دول عمرك الله 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 يسلمك بعد وجوهنا من نار كم سود وجت من عندك الماء ننتظرها وين الحل شنو يعني بصراحة أنا بدي أعرف الحل مع هاي المعاناة شنو لازم تقضي فترة وتعدي إن شاء الله على قول تحسين المرأة بس هي المصيبة هيك بس هو هيك شي خلص الفترة إيه لا إن شاء الله تخلص إن شاء الله إن شاء الله هو التفاؤل هم حلو صحيح ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل وهيك صح شوية ناخذ نرجع هيك على الشعر وأول الأمور منو صاحب الفضل على علي بن واس قصيدتي إنسان يعني قصيدتي إنسان منو يعني ما هو يكون ناس يعني ممكن بس صراحة هو شاعر قصيدة صاحب الفضل علي الأول لو قصيدته ما يطلع مستحيل منو يقول له شكرا شوف أقول لك بالصراحة شاعر لو قصيدته افرض هسه اليوم جيب اي شاعر شعريته على قده حطه باحسن برنامج بالعالم ما يطلع يعني شي طالع هو قصيدته مو حلوه يعني الناس ما تقبله صح جدا اتفق مع هذا الكلام شكرا لمن تقول شكرا لكل واحد وقف وياي او قال لي كلمه حلوه هواي اللي قال لي لك كلمه حلوه الحمد لله علاقاتك شلونها بالوسط؟ يعني جيدة. أنا الصراحة أنت تعرف أنا شخص رسمي. يعني ويا الأغلبية السلام عليكم وعليكم. مو من النوع اللي جامل مثلاً يتصل أو مو من هالنوع. أها. إيه رسمي ويا الأغلبية. تخاف منين من الشعراء؟ إيه صراحة ما أصلاً ما محتك بهم صراحة. لا 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 على المنصة أقصد. يعني صراحة. وايش على مناصح حلوين لا اقصد تخاف لو ما تخاف ما اريد اذكر اسماء لا اكيد يعني صراحه كلهم اخواني انا ما اقصد الخوف هذا الخوف انه احسب الاحساب طبعا اكو شعراء تحسب لهم بالمنص هواي ها صراحه اكو شعراء تحسب لهم حساب بالمنص مثلا عندنا هسه احنا بالعمارة رضا العبادي والنعم رضا العبادي بالمنص الى مكان لازم تحسب حساب ايش تقرا وياه هواي شعراء بعد الله يوفقهم جميعا الله يوفقهم جميعا الشعر اليوم برايك بالاتجاه الصحيح يعني بايجابيات وبسلبيات سلبياته هواي وايجابياته هواي صراحه بس حلو الشعر اليوم طبعاً لو بيسفاف طبعا حلو حلو الشعر مو صراحه اكو ناس مثل حضرتك الله يعزك وصلوا الشعر عربيا صراحة الله يسلمك وكو ناس هواي عندنا خلوا الناس تستحي تقول احنا شعراء انا بدي اكون واقعي فاكو انت اذا ما كنت شاعر شنو تكون؟ شاعر ايضا انا احب الشعر صراحة يعني اغار على الشعر يعني صراحة انا احب هذا الكلام مال انا اغار على الشعر انا احبه لانه دائما دائما اقول هذا معترك كل الناس اللي بهذا المعترك مسؤولين عن سمعته صحيح المفروض انت تشتغل على سمعته وانا اشتغل على سمعته ما نسي له صحيح لانه هذه موهبه من رب العالمين يجب وضروري ان تحترم اي ولذلك احنا بعد انت طلعت التلفزيون قريت شعر قريت منصه انت شعر انتهت حتى لو تريد تبتعد انت شعر صح فالمفروض تحترم الشعر تخاف عليه نعم نعم ناخذ فاصل مشاهدينا الأكارم فاصل ونعود إليكم
مشاهدينا الأكارم، وصلنا وياكم للبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع المهم والحبيب علي بن واس. حبيبي بالأكبر. إن شاء الله ما تعبناك. لا يا عمر، في دول عمرك. الله يعزك. أبو حسون، أنت مسامح لو غير مسامح؟ لا، تقريبا مسامح. سكوا أكو أشياء صراحة المفروض ما سامع عليها. أبد. إيه، مرات أكو الدهن يقولون لو مرت هاي ظل عادة. أكو أمور المفروض ما استمع عليها. وزعلك ثقيل؟ الصراحة ما زعلانة، بس إذا زعلت زعلت. إذا زعلت خلاص بعد. إيه، يعني أتحمل هواي، بس إذا زعلت زعلت. أكو ناس يغارون عليك؟ يغارون عليك؟ تقريبا إيه. تقريبا إيه. وانا هم غار ترى، خلي بالك هذا اللي يسوي هيك بعلم النفس يقولون قلق. اي تقريبا هي اكو ناس يغارون علي. زين انت تغار؟ هي غار، يعني توصل مرحله وياي غار يعني بشده. سويت والله، قمت اضم خوفي اللي يوازيني من اجيك، وارضى منك من تجين ذنوبي، شنت مو مالي وعليك هواي غار، هسه شي فضها وصرت محبوب. انا ادري اقلب الدنيا اقلب الدنيا. اي ما تفض. اكو انسان قايل له فدو روح لك؟ يمكن يمكن قلت يستاهلها؟ للاسف ما يستاهلها. وعاتبته؟ ولو يسوي العتب شعتبت. شنو اللي مغيرك علي؟ تطيني رايك شنو تبسط مواعيد. شنو اللي مغيرك علي؟ تطيني رايك شنو تبسط مواعيدي، وعلى يجيسك تعب شي واشم اسمك شنو تماكذ غرض بيدي. الله الله، بده الامر. الله يسلمك ويك. الله. هم انت قايل لهم هذا حجم الحب اللي بداخلك لو ما موصل لهم اياه؟ يعني عن طريق شخصي موصله. لا بس هذا الحجم مال الحب واصل لهم؟ اكو ايام انا بداوم بالكليه، أداوم بزي رسمي. جيد. إذا موجود أداوم بزي رسمي، ما موجود أداوم عادي ألبس حتى أضرب الزي. أي عادي ألبس كجول عادي، كش طبيعي. أنا شو أصله وياي، أنا بالبيت ألبس كجول أدربي اليوم ما تجي، يعني اليوم مريضة متأكد ما تجي، أروح القامك يعني عادي. وصلت هاي المرحلة. الله. أي والله. الله الله الله. زين منو أغلى منهم؟ ما حد كان اغلى منهم. وهسه لو تعرف ايش قد حكي ظل بالصدر ما طلع من فتت من يمنه، دنقت وتذكرت من كنت اطلع عذر وبصفك الدنة. لا يا ربك، شنت اغلى من النفس شا من زعلك ولك تحرق رسايلنا. معقوله يا اخي؟ والله هاي جزات. هي يا جزات يا اخي، انا ما اريد ازيد من المنطقيه. ايه رد لي بس اعطيتك اياه. عمي هم انعم الله عليك، لا ترد بس قر. قولي يبا هذا الزلمه طيب. عمي اغير احكي لك الصدق؟ الله يساعدك. في دول امرك. الحمد لله على كل شيء. مو هذا اللي يضم يتاذى. ايه صراحه. انت اكو شخص تفضفض له؟ ايه اسولف دائما لامي. صراحة. اي وش نقول لك الحج هي عليك الله. مثلا اكتب قصيدة. اي. قلت هاي كتبت قصيدة عليك هي امي. اي. اقرأها لها قاعدة من بين امي عليه. لا والله. بالله. الله. ايش قد تحبها؟ والدتك. هواي طبعا كل شيء بالدنيا. يعني بطريقة ما انا اسولف لها اسراري. والدتك وصديقتك بنفس الوقت. اي اسولف لها كل شيء، عندها اسولف لها.
زين الجماعة قالوا لك نحبك؟ قالوا، بس صراحة تصرفاتهم ما توحي هيك، ما تبين يحبونك. ايه من قلت له حبك قبل عوضنا الله، قلت على التجربة الأولى. يا الله شاهد صارت لك، بابك الطبقة على دي من تالي معقولة، يلزين تكلولة بظهر التكرها غلط هذا الحكي ينحكي وقدامنا تقوله. انت وين واصل؟ ايه متعذي؟ لا لا شو تسوي؟ عم ما تنرد تنطيني رقم هالبنت انا توسط لك لها. عم على كيفك يبا، على كيفك، هاي خافت تشوفينا على كيفك، هذا الزلمه لا يموت ويضيع من يدنا. هلا وصلنا للختام، وقبل الختام عندي سؤال. كل انسان عنده امنيات، شنو امنياتك؟ صراحة انا هواي، لا اللي متربعه اللي على القمه ان شاء الله النجاح. وصراحة انا قبل الحلقة فرحت بشوفتك. الله يعزك. قبل نجاحه وكل شيء. الله يسلمك. وان شاء الله توفيق. امين يا رب العالمين، انت تستحق وتستاهل. الله يحفظك. الله يسلمك. وصلنا للختام مثل ما قلت لك، اختم مثل ما تحب. تزعلنا ونجيك بحاضرين وصار، وصلنا المرحلة نحط للأعذار أعذار، قبل خطار كم ماين بصفنا يبات، وإحنا لهسه ندخل بيت كم خطار، موش إحنا نحط بظهور كم سكين، ها صور كم ما نحط بظهورهن بسمار. تزعلنا ونجيك بحاضرين وصار، وصلنا المرحلة نحط للأعذار أعذار، قبل خطار كم ماين بصفنا يبات، وإحنا لهسه ندخل بيت كم خطار، موش إحنا نحط بظهور كم سكين، ها صور كم ما نحط بظهورهن بسمار. تذكر بالسلف من صحت هالولاد، ها لو اوقف خل ذكرنك وقتها اش صار، ذهب بجفوف حرمة اشر من بعيد، بقينا سوار يركض يردم بسوار، احنان ومو بزلة نغنتب ونندار، اذا تتمرض يبين علينا غيار، شن تركض وخايف من الاستعجال، شلون البيدة مايو يركض على النار، الله ضباب وما تشوف ايدك من الدخان، وبكتها الزير سالم شابط على الثار، وطلعنا اللحقة كل حد بيت كم حفاي، رغم كان الصدى ما يطلع من الغار، الله صلف من خيروك ودنقت محتار، لو مختار غير ولا قلت شختار، بقد ما نستحي خاب احنا خمس اخوان، مدافع ندخل نسلم على الخطار، الله مكاشف بعد مو مالت الظل اسرار، نسيتك وانا عجبك من قلت قتها، الرسالة تلمحك وتقعد لوحتها، نسيتك وانا عجبك من قلت قتها، الرسالة تلمحك وتقعد لوحتها، بكثر ما نادم بجيات لك للباب، لو مقطوع رجله ولا معوتها، شنت تمد ديك وسالمة ترتها، بس متوهم ومنا وجاي النوب، سفرة لضيفنا ما عوفك تمتها. سلامتك. أنا جدا استمتعت وياك. منون منك. الحلقة وياك سفرة. الله يحفظك. سفرة من الجمال وسفرة من الذوق واللطافة. منون. والشعر. الله يحفظك. آخر كلمة لك تقولها للسيد المشاهد، هاي كاميرتك. إن شاء الله كنا خفيفين الظل، وممنون منك.
ما عليك منك. الله يحفظك. الله يسلمك. مشاهدينا الأكارم، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري. في أمان الله.